ضد انتهاكات الداخلية، وعشان متضامنين مع ال 22 من اخواتنا اللي اتحبسوا في المنصورة ظلم، بنقول ان احنا مش هنسمح بالداخلية ترجع زي زمان. النكسة الاولى بتاعتكم كانت في 25 يناير، لو تطولتوا وزودتوا النكسة بتاعتكم جاية، بس النكسة اللي جاية دي تبقى حطيتي عليكم كلكم. احنا قلنا ان احنا عملنا ثورة عشان بننادي الحرية، مش هنسمح لاي شخص كان من كان، اخوان، سلفيين، شرطة، داخلية، يمنع الحرية دي. احنا جايين النهاردة بنوصل رسالة معينة، الشرطة دي خدامة عند الشعب، الشرطة في خدمة الشعب، خدامة عند الشعب، الداخلية تحت الشعب، الشعب هو السيد على الداخلية، مش هنسمح أي تجاوزات من الداخلية. نسمع عليهم بالخرطوش، نسمع عليهم.